ايوه ها آه. المهم انها تكون بتاخد الدواء. انت عارف صحتها غالية عليا قد ايه؟ اطمن يا كاظم بيه، الدواء بتاخده في مواعيده وبانتظام، وبعد 10 ايام بالكتير هتبقى المرحوم ام احمد. وهو ده اللي انا عايزه. مع السلامة. انا اسف المكالمة قطعت عليها الحديث. ها كمل. زي ما قلت لحضرتك الهفر مستمر وهننتهي منه الليله دي. افهم من كده ان بيننا وبين الهدف خطوه واحده؟ بالظبط. هتتاخر؟ لا يا دوب اروح اسلم عليها وارجع على طول. طب سلمني على ماما. الله يسلمك. انت عايز ايه؟ أنا من رأيي إنك ترجع مصر، وجودك هنا معايا هيبوظ كل حاجة. بس يا بابا اللي عايز أقوله. خلاص. ألو. إيه؟ وإزاي قدر ياخده من الممرضة؟ لازم ترجعوه بأي تمن. اسمعني كويس، انا شاكك في الدواء اللي بيدوله امي في المستشفى. شاكك؟ تقدر تحلهولي في المعمل؟ اكيد. هستنى منك النتيجه. طب استنى عني. انت فاكر ضربك ليه ده هيجيب نتيجه؟ غلطان يا احمد، انا اللي اخترته وانا اللي عايزاه. يا خساره يا سلوى. مفيش حد بيخسر على طول، كل واحد ليه فرصه بيكسب منها، وانا فرصتي جت لحد عندي اسيبها؟ وانت كمان فرصتك اكيد جايه قريب، شطارتك بقى انك تستغلها. انا مش مصدق نفسي. معقوله انت سلوى تتكلمي عن الفرص والاستغلال والشطاره؟ الدنيا علمتني. اشمعنى انا؟ ليه ما اتعلمت زيك؟ مش مسؤوليتي. وانا ليه فضلت مع حياتي القديمه وامالي واحلامي؟ ليه ما اتغيرتش؟ لان الدنيا بتاعتك وقفت لحد كده، لحد امال واحلام سنتين فاتوا. وده في نظرك عيب؟ والله دي شخصيتك وانت حر فيها. انا باختصار يا احمد لقيت فرصه اطير،
ليه افضل قاعده على الارض وهتطير لغايه فين؟ لعل واسع قوي. زمان كنت فاكره ان البلد دي هي كل الدنيا، اكتشفت بعد كده اني كنت ساذجه جدا لدرجه مضحكه. سلوى، احسن لك ترجعي لحياتك القديمه لانها هي دي الحقيقه. الافكار اللي انت بتفكري فيها دي كلها مزيفه، ممدوح نفسه مزيف. ارجوك يا احمد، ارجوك سيبني اعيش، ده حقي. ما انت كنت عايشه قبل ممدوح. كان بيتهيألي ممدوح ده من عالم تاني خالص، عالم ما يعرفش الخوف ولا الحرمان، عالم بيضحك على طول لان مفيش حاجه بتبكيه. عن اذنك يا احمد،